اعطوني حرف الالف. وين انا واقفه؟ في سؤال الى الان على اخره؟ من الاصابع خلي الاشاره اليوم، ما حتسوي بهالطريقه، لا لازم اشوف، لا من هنا اشوف. جمهور كبير لكأس 2022، لازم يكون عندنا شباب متطوعين يساعدوا بالتوصيل. انا ما بطلب منك مترجمين، لكن افرض في المطار طلبوا ناس تترجم لغه الاشاره، راح يجيك اكثر من اعاقه من ضمنها الاعاقه السمعيه. فلما يكون متطوع سامع مع متطوع متعلم لغه الاشاره او حتى وجود اصلا، هذا بهمنا حاليا 2022، غير طبعا رؤيه قطر اللي هي 2030 تكون جاهزه لكل شيء، واحنا بنطالب تكون قطر متيسره للجميع. بنطالب فعلا انه يكون المركز هي مفتوح وبالكل اللي يتعلم لغه اشاره. كيف راح نستقبل 2022 لو كان في عندنا تقصير مع هاي الاعاقه؟ نعم السلام عليكم، مساكم الله بالخير. اولا بحب اني انا اقدم نفسي، انا الدكتور سمير سمرين مذيع الصم في قناة الجزيرة، متطوع في مركز الصم منذ النشأة، ومن الاشخاص اللي ساهموا في او كنت من البداية في نشأة مركز الصم. في البداية يشرفني اني اقف امامكم وأحيي وزارة الثقافة ومجلس إدارة مركز الصم على إحياء هذا اليوم، يوم اللغات الإشارية واليوم العالمي للغة الإشارة. اليوم العالمي حمل شعار الإشارة حق الجميع. ماذا يعني؟ يعني أنه إحنا مطلوب منا جميعاً أنه إحنا نتعلم هذه اللغة، نتعلم كيف نتواصل مع أبناء الصم. أيضاً في هذا اليوم مركز الصم أحيا هذه الفعالية ليرسل رسالة للمجتمع القطري للعالم أنه إحنا مجتمع لغوي موجود، لغوي موجود بينكم بحاجة للتواصل، فتواصلوا معنا.
هذه هي الرسالة. أيضا كمنظمة عربية للمترجمين لغة الإشارة، إحنا مع أصل قلبا وقالبا ومع مركز أصل. الآن ماذا فعلت دولة قطر لإثراء لغة الإشارة؟ يا أخوان اللي ما بعرف يجب أن يعرف، والحق يقال إن هذا البلد قدم للغة الإشارة العربية ما لم يقدمه أحد في المنطقة العربية. لدينا القاموس الإشاري العربي في قطر، تم في قطر في اجتماعات وورش تكفلت فيها دولة قطر، لدينا القاموس الإسلامي في دولة قطر، لدينا القاموس الجغرافي في دولة قطر، لدينا قواعد لغة الإشارة في دولة قطر. يحق لنا ويحق لكم أن تفتخروا بإنجاز دولة قطر في هذا المجال. تحية لكم جميعا، تحية من مترجمي لغة الإشارة، تحية من المنظمة العربية لمترجمي لغة الإشارة لكم في قطر، ورسالتنا لكم وللعالم. نحن كصم بحاجة للتواصل، بحاجة أن تتعلموا لغتنا. شكرا لكم وأشوفكم آخر. السلام عليكم. وعندي أطفال كمان صم وبتواصل معهم بلغة الإشارة، والحمد لله ما عندي أي صعوبة. سعيد جدا وفخور بهاي الحياة اللي الله أنعمها علي. أنا أتمنى طبعا، وهدفي من نشر لغة الإشارة وتعليمها بكافة لغاتها، وأتمنى من المجتمع المحلي تعليم هذه اللغة ونشرها وتأهيلكم. الهدف منها الحالية راح نعمل لكم مادة في المية وراح تفهموا رسالتي. Thank you.
منها مجتمع دامج مع الفئة ويتطور ويكون في لغة وحماس، والهدف منها التواصل ويكون سهل وقدر يكون أفضل لكأس 2022 ومجتمع الإشارة وتنتشر، والهدف منها مجتمع دامج مع الفئة ويتطور ويكون في لغة وحماس، والهدف منها التواصل ويكون سهل وقدر يكون أفضل لكأس 2022. فمجتمعنا يهتمون ويجتهدوا وتعلموا لغة الإشارة، والمركز أفتح أبوابه للجميع. وشكرا للجميع. من أول ما ولدت أو كيف نشأت في عائلة أصلاً زين، فالحمد لله أن من وأنا صغيرة تعلمت لغة الإشارة من أمي وأبوي. كيف؟ أمي وأبوي حاولوا يساعدوني في أشياء، يعني مثلاً عشان أفهم لغة الإشارة منهم يأشروني مثلاً على كرسي على طاولة، يقولون أن هذا كرسي هذا طاولة هذا كتاب مثلاً، فأنا بهالطريقة تعلمت لغة الإشارة. فيعني تميت أتعلم لغة الإشارة إلين وصلت 10 سنين الحمد لله، وأتقنت لغة الإشارة الحمد لله. يعني الحين أنا جاية أترجم أو ألقي كلمة لكم عشان إن شاء الله أتطور في هالشيء. ويعني أمي ما شاء الله يعني علموني الصح من الغلط، وقالوا لي إن لا تسوين هالشيء إنه عيب أو غلط، أو إذا هالشي صح هالشي صح. فهالشي وايد ساعدني في حياتي وما كان أي إعاقة في هالموضوع. يعني الحمد لله أنا وايد فخورة أن أمي وأبوي صموا بكم، والحمد لله ما أثر في حياتي ولا أثر في دراستي ولا في أي شيء. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. أول شيء أشكر الحضور ويعطيكم ألف عافية على جيتكم واهتمامكم للغة الإشارة. أنا اسمي سعد محمد الحرقان، وأنا مولود من عائلة صامتة تماما، وكان صعب بالنسبة لي أني أكبر من عائلة صامتة بما أني الولد الأكبر، والحمد لله أني كبرت وتعلمت ووصلت لشيء كبير ولله الحمد. ولغة الإشارة وايد مهمة للصم البكم، لأن هي اللي تمشيهم في دوراتهم في تعلمهم في تأسيسهم. والحمد لله يعني أعطيكم أقرب مثال لهذا الموضوع، أبوي محمد الحرقان من الصم والبكم، وهاوي الدراجات والمحركات النارية من الصغر، وهو يشوف سيارات وما سيارات، ولله الحمد بعد قبل 3 سنين جاب المركز الثالث على بطولة العالم ولله الحمد. ولغة الإشارة دائماً حفزت أنه يوصل، وأنا مع حضوري له مع اجتماعات الرسمية مع حضوره للراليات حبيت هالشيء، وشفت أن قدوتي الأعلى مش أي شخص ثاني، قدوتي الأعلى شخص أصم، والشخص الأصم عنده طموح ويقدر يوصل. والحمد لله بعد ما أخذت هالطموح وصلت، أنا وصرت مثل بلادي قطر في إسبانيا في الدرجة النارية. يعطيكم ألف عافية على الحضور.
مجتمع دامج مع الفئة ويتطور. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الحضور. هذا فقط تعريف بالمركز وما يؤديه المركز من خدمات ايضا للصم لهذه الفئه. وانتم شايفين اساسا اللغه متواصله وما زالت متواصله. نشكر الحضور على حضوركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصم هاي شاركوا ترحيب بتخصصي. رحيم. هذا اليوم طبعا احتفال باليوم العالمي لغة الإشارة واللي نظم مركز غطاء الثقافي الاجتماعي للصم. حاولنا بنسلط الضوء على فقرات البرنامج كان انه أهمية لغة الإشارة سواء لك الطرفين سواء كان الأصم بالإضافة إلى السامع هو كيف يتواصل مع الصم. وبدرنا نحاول بقدر المستطاع أن نوصل رسالة المجتمع في هذا الدور وأن هم يكتسبون هذه اللغة. السلام عليكم كل المشاركين الموجودين معنا في مركز قطر الثقافة للصم. يعني مبسوطين جدا بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للغة الإشارة، وهي لغة يعني منتشرة حول العالم ولها باع كبير وسط الصم لأنها لغتهم الأولى منذ الصغر. لازم ان احنا نأسس كل الصم على اساس ان هم يكونوا اقوياء في لغه الاشاره، والمجتمع كمان السامعين، حتى المجتمع السامعين لازم نركز عليهم ان هم يتعلموا لغه الاشاره عشان يندمجوا او الصم يندمجوا وسطهم داخل المجتمع ويكون في تسهيل للمشاركات معهم في كل الاماكن المؤسسات الحكوميه والاعمال والوظائف وكل شيء حتى يكون في تواصل بينهم وبين الصم. وشكرا جزيلا لكم.